يعني أنا قصدي يا حاج حسن، لو ما شفت حالة العريس ما كان حدا قدر يخلصها من بين إيدي. كلياتنا منعيش مشان شرفنا، مو هيك؟ قول باري بأمانة رب العالمين وبعدين بأمانة أمير. إجيت وشفتها، هلأ فيك تروح على الضيعة وبالك مرتاح. أصلاً شنطتي جاهزة، طريقي طويل، تعبناك معنا، سامحني. الله يسامحك قاسم، بأمان الله توصل بالسلامة. على راسي، الله يسلمك. أنا بدي روح على الجامع. الله يتقبل. بالسلامة. أكلت كل الأكلات، ما ضل شي. عم تشوفي بطني انتفخ. برافو عليك. فينا نلعب خمس حجرات؟ مو نحن اتفقنا نلعب مع بعض بعد الأكل؟ عندي شوية شغل بس خلصوا منلعب. ماشي اختي مليكة، أنا كنت جاي أخدهم، ليش عذبتي حالي؟ وأساساً كنت أخدي هدول. ما في أي مشكلة بنتي، شغلة بسيطة، أعطيني. أنا كمان بدي ساعدك، لا تخلصي بسرعة. تمام، يلا تعال. هي إليك؟ فيني أخذها على الغرفة؟ صرت كتير قوي، وإنتي شفتي قديش كبر بطني. طبعاً فيك تحملها، بس هي الشنطة مو إلي. يلا تعال. جولبيري يا بنت وينك؟ شو ما في حدا؟ أو كلهم طرشان؟ يلا امشي قاسم، خلص شغلك وروح. جيتي على غرفتك لأنه عمك راح؟ من هلأ ورايح رح تضلي بغرفتك على طول؟ لا مو هيك، بس كنت عم رتب اغراضي. اجا عمك وبده يروح. الشنطة، انت بتعرف وينو عمي هلا؟ شفته قبل شوي كان بالجنينة. الشنطة كانت هون، هو إجا وأخدها. وشو فيها يعني؟
يا ربي، سمع انه كل واحد عم ينام بغرفة لحاله. كيف؟ لما اخذ الشنطة على الاغلب سمعني انا ويجيت. انا وفيت بوعدي وساويت اللي بدك اياه، بس اللي صار مو متل ما خبرتني يا حاج نظام الدين. بتعرف اني كتير بحبك، بس كل شي لحال، ما ضل اي ذنب علي، فلا تعتذر مني. لا تتوتر، لكن انتو هون بتشوفوا شو راح اعمل يا محتالين. جولبيري. عمي تعالي لهون، تعالي. أنا رح روح من اسطنبول، فرديها شوي. مع السلامة. أرجان، اطلب تاكسي. أنا لهلا ما اقتنعت بهالجازة، وما بوافق عليها أبدا. على أساس أنت سديت وقلت إنك رايح، شو قصدك هلا؟ قصدي إني تراجعت. كيف يعني تراجعت؟ عم تتمسخر علينا ولا شو؟ تعرفوا إمتى ممكن اقتنع بزواجكم؟ بس تجيبوا ولد. يعني قصدي بس شوف حفيدي بعيوني وقتها بقتنع انه هذا الزواج حقيقي، وبسمح انه يضل.